ارتفعت أسعار الطحين والخبز في العراق نتيجة خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار، وفاقم الأوضاع سوءا اعتماد الحكومات في العراق منذ عام 2003 على استيراد الحبوب من الخارج وإهمالها قطاع الزراعة بشكل كبير. زين شنو الإصلاح اللي سووه؟ سووه سبب ارتفاع سعر الدولار، وانعكس انعكاس كبير على الطبقة الفقيرة تضررت بالعراق. فهذه الحكومة ما تدعم أي شيء، الحكومة تدخل بالأشياء السلبية ضد الناس. وزارة الزراعة الحالية بررت تقصيرها بدعم مزارعي الحنطة والشعير بنقص الدعم الحكومي لها وقلة الواردات المائية. حقيقة تم رفع الدعم بشكل شبه كامل حقيقة لكل معظم مدخلات القطاع الزراعي، وبالتالي سبب مشكلة للفلاحين والمزارعين. قلة الواردات المائية حقيقة أثرت سلبا على تناقص كميات المساحات المزروعة، فضلا عن تقليص الخطة الزراعية إلى 50%. أصحاب الأفران اشتكوا من عدم التخطيط الحكومي ومن خفض سعر صرف الدينار، ما أدى لارتفاع أسعار الطحين وأجبرهم على رفع أسعار الخبز. تأثيرات سلبية، أولا عدد الصمونة غل، ثانيا العمال الكادر العمال هم نفس الشيء، لأن ما بيها قام يصير ما بيها ربح، لأن الطحين هو الأسمر حاليا ب40، بينما باقي الأفران تشتغل أبيض ومستورد. وأولا يعني صعود دولار وصعود طحين من 2003 لحد هسه، يعني ماكو أي خطة أو مشروع جدي لتغيير الوضعية. يعني بدل ما نستورد إحنا طحين، المفروض من وزارة التجارة تفعل المصانع اللي عندنا اللي هي دورة وغير دورة. ووسط تحذيرات من تفاقم أزمة الطحين والخبز بسبب خفض سعر صرف الدينار والتراجع في إنتاج الحنطة لقلة المياه وتراجع معدلات تساقط الأمطار، يبقى العراقيون ضحية الفشل الحكومي الذي تفاقم وبات الفقراء على رأس ضحايا.